احسن من مرزوق. ما راح تلاقي على القليله قلبه نظيف يلي بقلبه على راس لسانه، وغيره بيضحك لك من برا وبيسن السكين من جوا. ايه بيسنا. المهم ما بدي اياه، مو عاجبني. مو على كيفك. بكره حقول له انك موافقه، ويا ويلك اذا بتقولي لا. يا ويلك. مو اساس رايي اهم شيء، ليش تراجعت؟ هلا ورايح. ما بتمشي بالبيت غير كلمتي انا، ما حدا له راي منو بغيري. انا الحق علي، رخيت لكم الحبل. عملتكم الديمقراطيه ما بتلبق لامثالكم، العمى. زلمه راكد علينا ولاحش حاله، ونحن ايش عم نتبغدد عليه؟ على شو؟ ايوه هذا اللي كنت حاسب حسابه. وهي بيضة تانية كمان مو مختومة. ماشي الحال. جميل، صفطوا البيضة اللي أخدته من عندك، ما كله مختوم. عالسريع على حسابي. درمي من هون. شري بيكونوا نسيانين. نسيانين مو شغلة نسوة، هاي شغلة تجارة. حاج لك مرزوق، مو معقول يتاجروا بكم بيضة انت التاني. تاجروا بكم بيضة؟ اذا بكل صفط بيض في بيضة فاسدة، بتعرف اخر نهار كم صفط بيض فاسد بيبيعوا؟ مو معقول بيكونوا مارقين بالغلط. روح هيك. شو بدك تعمل؟ وين جاي؟ شو عم تساوي؟ شايف جميل، منين عم تجيب هالبيضات؟ شبك فنجرت بحلي اكتر كز عن صانق اكتر بكتير. جميل انا بدي ارفع شكوى. ما حلق تحفظها للوية؟ ما عم تنحفظ معي، الرقم طويل. دامي العمى ضربك على ذنبك. اهلين معلم. شو كاسر قنينة الريحة؟ هوي السيارة وانزل عملي كاسة شاي، بعدين خد بطانياتك وروح نام ورا بالصندوق. يلا قوام. وعلى اساس بدك تنام بالاوتيل معلم؟ اختلفت انا وصاحب الاوتيل، ما رح نام اليوم بالاوتيل. على شو اختلفتوا؟ بنق كتير يقطع عمره. يلا انزل عملي كاسة شاي، بعدين انت شو دخلك ولا؟ وين بدي نام، بالاوتيل ولا مو بالاوتيل؟ بحكك جلدك انت ها؟ يلا. شريف. شو ها؟ عم يبيعوا بيض مو مختوم. ماشي رح نبعته على المخبر. بس ما تعمل فيهم مثل القاجوزة. لا تصنعنا بالكازوز تبعك، مو بدك يبعتوا تفتيش مشان الكازوز، بعتوا. اكتب لي فيهم وصل استلام. طيب. استلمت من المواطن. شو اسمك؟ ممتاز سنجو. استلمت من المواطن ممتاز سنجق بيضتا دجاج غير مطهوتين. لا حط مو مختومتين. هاي المخبر بيحددها مو شغلتي. ليش المخبر؟ اطلع ان كانوا مختومين ولا لا. بجوز الختم ما يبين بالعين المجردة. ماحح
هي شغلة المخبر. طيب حطوا التاريخ ووقع. منيح هيك؟ منيح هيك. وهم وهم هات لشوف شو رأيك استاذ. لا تزعل مني، هاي الموسيقى بتصير الأعصاب. مزبوط مزبوط، معك حق، هاي بتعبر عن حالة عمه لهملت لما يجي أبوه لهملت بمنام، تكون أعصابه مسارة. بس بتصير أعصاب الجمهور يا رجل، ما سمعها قبل ما تسمعني إياها. شلون مو سمعها؟ سمعها ومسمعها العالم، ما حدا قال ما بتسوى. لا تزعل مني، عم بيجاملوك. هاي الموسيقى لا بدها موسيقيين ولا آلات، جيب واحد يزيزق على لوح إزاز بالزقزق بكفي بوفي. أنا شايف إنه شو ما عملت ما راح يعجبك، كأنك معبق ضدي. يا أخي مو معبق ضدك، بس ما بيصير هيك كمان. طيب أعطيني المواصفات اللي بدك إياها. يا أخي لو بعرف أكتب نقطة كنت ألفت لحالي، ما جبت موسيقي. ليك راح أجرب مرة ثالثة، عجبك عجبك، ما عجبك هز بدنبك. هز بدنبك؟ طيب شو رأيك اتفق مع حدا تاني وريحك من المشكلة؟ معناتها روح هز بدنبك. صدق الله العظيم. اعطيني ايدك حتى بوسع. لا لا ما في لزوم، ما في لزوم، ما في. لا بدك تعطيني بوسك. لا لا ما في لزوم، ما في. بدك تعطيني ايدك. عمل لك ما في لزوم علي الحرام غير بوسك. كبرت براسي. خلاص خلص خلص. اي 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 الله يخلينا وياك يا عمي. لا تواخذني لك، الله يديمك فوق راسنا يا رب. هلا خليها تساوي لنا قهوه. ايه بس وين عمك؟ اذا طلعت مالحه ولا حلوه لا تحكي شيء بنوبة، بكره بس تصير ببيتها بتبقى بتعلمها. بتعلمها. سم نهاري ان شاء الله، ما بدي اسقي لك بنتي. فاتحتك قعد علي ما بصير، قومي اعملي قهوه اسقي. ما بدي تتحركي ولا تخليني اشاطر يعلم على اجنابك. بخليه يعلم على اجنابك. ايه وانتي تاني بتفهميها لبنتك؟ ها اذا بقول لها بزت حالها من الشباك لازم تزت حالها، مفهوم؟ وليش عم تخانقني الي؟ خانقها الها. وانتي كمان، وانتي كمان لازم تعرفي انه وقت انا بحكي لازم الكل يخرسوا. ايه الكل يخرسوا. العمى صرت رجل كرسي بهالبيت، رجل كرسي. لك قومي، لك قومي من قدامي بقى، قومي. والله اهلين بعمي. والله اهلين صهر. قديش عطيناك يا هذا زينة هالكاسات؟ هي 150. لعبانين عليك فيها. هي انا كنت بيعملنا بالحريه انا وايمن ابو علي هذا الكوا ب 100 ليره. سيدي ما راح تفقرنا ال 50، ما راح تفقرنا 50 ليره. لك مو مش عن ال 50 ليره نحن عم نحكي، بس ما بيصير كل مين ما مرق ينوط. مستوطين حيطك يعني؟ شو خايفه؟ حدا قال لك قبل المره اني اكل حدا؟ مستحية مستحية. عادي بابا عادي. مستحية ايه؟ عملتي لك شي عملة بتخجل. ايه
خيو، مشان يعني ننهي الموضوع شوف شو بيلزمك وراء مشان نخلصه، انه الله يتمم على خير. الله يتمم على خير. ما بدي اشوف، صرت عاملهم شي 5 مرات تقريبا. ان شاء الله بتكون اخر مرة، اخر مرة ان شاء الله يا رب. المهم العروس ما تهرب، ما تهرب عرب. ساكن هون انت؟ لا استنى رفيقي. منو رفيقك؟ يا من عبدو. ها ما حد لك تستنى رفيقك غير تحت شباك بيتي. الا بعيد الا بعيد. خي سميرة، سميرة. نعم يا عمي. ليش كنتي رافعة شباك ولا؟ ما كنت رافعته. كذابة، انا شفتك بعيني عم ترفعي الشباك، على مين عم تطلعي ليه؟ ما كنت عم طلع على حدا. ايه ماشي. مرحبا اخي ابو سمير. لا ماني معصي. مخلص رجع ولا لساته مسافه؟ عال ممتاز كتير كتير. عندي واجبات ضروريه متراكمه علي، راح جيب سميرة حتى تحت نظركم، ما تخليها لحالها بالبيت. يلا. لا لا هادي، الله معها الله معها. سميرة غيري اواعيكي، بدي اخذك لبيت عمي. مخلص رجع؟ مخلص رجع؟ لو كان رجع مخلص باخذك لعند بيت عمك. يلا عجلي لفشنيعي. طول لي شعره ودقنه وعامل لي مخرج. قال يعني اذا طول شعره بصير مخرج. طيب انت ليش هازز بدنك حبيبي؟ هو ما بيفهم الموسيقى، مو الموسيقى ما بتسوى. بيفهم ولا ما بيفهم؟ شو لازمه فيها يعني؟ هو المخرج. إيه بس انت ما عم تشتغل عنده. يا بيشرح لك شو بده منك، يا بيترك لك حرية الاختيار لإلك. وانا برأيي يلي ساويته كان كتير مناسب لهاملت. انت مبدع وعندك وجهة نظر، دافع عنا. ما بعرف، هذا اللي صار. بدي احكي مع بابا. شو بده يقول له ابوكي اذا قال له موسيقى ما عجبتني؟ ما بيقدر يقول له شيء بنو. بيقول له في 100 مخرج ناطر فرصة. بالناقص منه لهاد. أصلاً أنا برأيي ما له موهوب. ما له علاقة بالموهبة كلها. مشغول. تكرم عينك. جيت أنا. قهوة مرة، شراب، كاسيتا، بوظة. مرحبا أبو راجية. إيه إيه. سعد لي هالمسا. إنه سكر إله وجه. ماشي بعد شوي، الله معك، سلامة. أهلين مرزوق. شلونا؟ الحمد لله. الله يخلينا دخلك. بدي أسألك، الفستان تبعنا مأجر ولا مو مأجر؟ قبل شوي جابوا لنا إياه، نوصل عليه الخميس الجاي. بدنا نتساءل عليك شغلة، أسبوع أسبوعين ناخده. بدي أتجوز. كمان؟ شو كمان؟ شو عامل جريمة؟ هاي سادس مرة مرزوق. إيه وتكون عاشر مرة كمان، شو بدك يعني أقعد بلا مرة؟ الرجال بلا مرة مثل حمار راجع أنا ريالة ورا. حمل لك فستان جديد للعروس الجديدة، بصير نأجر لك الاثنين. ما معي مصاري. لو معي مصاري كنت اشتريت لك كل واحدة فستان. والله دخيل اسم الله. طيب ببعث لك يا على الكوة وبعدين ببعث لك يا مع الولد. لا لا ما في ضرورة، بدنا ناخده مشان تقيسه العروس. بركدان بده تضييق، تصغير، تكبير، عرفت شلون؟ بعد ما يرجع أنا عنده الخياطة. بدنا نقفل عند الكوة. لحظة شوي. يلا الله يجبرك لبين ما لقوي تبوس خدودي. كتران الشعر فيه. منيح ما بيطلع الشعر على الصوت، كانوا سشوري. سيف دخلك. بدي اسألك، كم عروس صار مارق على هالفستان عمال تعدوا؟ غير النسوان تبعك شي 24 عروس. اوه معناته قديش صار مارق على هالفستان. بفلك يا كيس؟ لا لا بده كيس ولا شيء، بدي حطه بالسيارة الخرز. امسك هاي 1000 ليرة بيطلع لي معك 200 ليرة صفي. طيب اوكي بتخصمهم من أجار المرة الجاية. ماشي ماشي. سلام عليكم. الله معك. مشغول. طيب ضروري تتصلي هلا؟ خلاص بتتصلي بعدين. ما رح يهدالي بال قبل ما خبره. علق. اوه علينا فرطت معدة، فرطت معدته للتليفون لنشوف مين. الو. اهلين بابا، كيفك حبيبتي اروى؟ ايه بابا المخرج العظيم ليكي قاعد عندي. ايه ايه حبيبتي. ايه ماشي بابا ماشي، خلص بعدين انا برجع بحكي معك.
ماشي عيوني، يلا مع السلامة. لك أهلين بمخرجنا العظيم، بمخرج النجوم والإبداعات الخلاقة والله. الله وكيلك يا أستاذ، مع هالطوائم اللي عم تشتغل عندنا بحياته ما رح يصير مخرج عظيم. أوف 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 أوف، وليش متشائم لهالدرجة؟ طول بالك، لك نص الألف خمسمية يا رجل. أستاذ، الأستاذ أدهم يعني مع احترامي لخيارك يعني هاي الشغلة مو شغلته. لا طول بالك، ما لهالدرجة. لا لهالدرجة ونص أستاذ. لك يا أستاذي الكريم، والله أنا حسب معلوماتي إنه أدهم كان من الطلاب المتفوقين بالمعهد. ما بعرف يعني، بجوز يكون كعازف يعني يكون ممتاز جيد، بس تأليف الموسيقي مو شغلته. المهم هلا شو المطلوب مني؟ أستاذ توفق لي على طارق، الموسيقى تقريبا جاهزة عنده. اي ما بصير الحكي يا أستاذ، الله يرضى عليك. هلا إذا كل مخرج ما عجبه الموسيقى هي اللي عم يشتغل معه نصطب له اسمه، معناته منقتل كل المواهب اللي عنا. بس الموسيقى تبع مو بتسوى، مو قصة عجبني ولا ما عجبني، بس الصراحة أنا الحكي اللي وصلني غير هيك. حكي شو؟ في عالم كتير سمعانين الموسيقى اللي ما عجبتك وطاير عقلهم فيها، يعني غير الكلام اللي عم تقليها. أستاذ ما بعرف، الناس أزواق، بس أنا ما عجبتني. يا حبيبي ما عجبتك الموسيقى بتتناقش أنت وياه وبتوصلوا لنتيجة، أما تقلعه لا، هي ما برضاها منك أبدا، لأنه لا موظف عندك ولا عند اللي خلفوك. أنا ما قلعته أستاذ. هلا بدنا نتحمل بعضنا شوي، الله يرضى عليك. ما معناته كل شيء ما عاجبنا معناته ما بيسو، يعني لازم نحترم إبداعات الآخرين. أستاذ هلا بدك الصراحة ولا أكذب عليك؟ لا طبعا بدي الصراحة. مسرحيتك يا أستاذ أنا ما عجبتني نهائيا، وأنا عم أقرأ النص أصلا ما قدرت كمله للأخير، ومع ذلك ما اعترضت. ليش يا حزرك؟ لأنك مبدع وأنا بحترم إبداع الآخرين. عجبني ولا ما عجبني؟ أصلا أنا كنت بقدر وقف لك مسرحيتك كلها وبقدر أقلص لك الميزانية وفشل لك إياها، بس أنا ما بعملها. طيب أستاذ خليه يرجع ونجرب. يا عين عليك يا أستاذ إياد، يا عين عليك. لك هذا هو الكلام المظبوط، بتقعد أنت ويانا وبتتفاهموا. روّق روّق أستاذ إياد. مروّق أستاذ. ألو ألو، أهلين أهلين مخلص. لا 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 ما ما في شيء ما في شيء ما في شيء، بس يعني أنا سمعت جيت ركض. لوك ابني ما في شيء، فكرتك شو اسمه عم يتصلوا، خفت ما رح هم خلصنا. لك انت شو بدك من شي اسمه؟ لعم ما اغلظك، لك اصلا انا كنت رايح على شي اسمه. لا تتبعني يلا منكم شغله منصير بشغله. لك مخلي لك خلاص، يلي بدك اياه يلي بدك اياه جيبه، جيب اللي بدك اياه. مع السلامه مع السلامه. شو بده مخلص؟ حاكيني حاكيني تعال. لك حاكيني شو بده مخلص؟ لا شو بده يعني شو بدك تشيلي من محلك؟ شو بدك من محلك؟ شو عرفتني؟ ايه وانت شو قلت له حضرتك؟ لا طنقي وعليك ما بقدر اشتغل شغلتين سوا، احكي وشو اسمه خلصتني شوي. اخ اخ، قال العصفور بيتسلى والصياد عم يتقلى. حاكيني شو قلت له؟ شو بدي اقول له يعني؟ شو بدك يعني اقول له؟ يعني الاغراض اللي بدك اياهم من الحياة موجود منهم هون بالشام وبكتري كمان، شو بدك يعني اقول له؟ وين صابوني؟ وصيته على مكانه، شو شوية صابون، كيف ذكرته؟
صابون المكانس اهل حلب عم يجيبوها لهون، ضروري انت تلبكي ابنك فيه. هدول مو اصليات مثل اللي هنيك، لانه اذا بدي سلك السماعه الساعه ما بتحلي عنها، بركي حدا اتصل بعدين لما راح وصيتي. كم مره بدك توصيها؟ مشان اكد عليه. مشان تقضي عليه بتنقضي عليه، من كتر ما نقيتي على راسه ما بتصور ينسى، فما في داعي تقضي عليه. شو شايفتها سميرة ما بتنظف غير فوق؟ إن شاء الله بكرة بتتركنا وضل عم تنظف لحالها فوق. عم تنظف فوق مشان ما أطلع على الدرج، طلعت الدرج ما بتناسبني. وهذا اللوح مخلص، أنت بدي يتحرك، أنت بدي يتحرك، البنت دال أحالة عليه دلق وهو ولا على باله. بل 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 على باله، بلشنا بنا. يا عم أنا شو صاير لي أنا؟ بدي همي شباب، بدي همي شوية همي. يلا عطين قبله خد. الله حيو شباب، الله حيو. يعطيكم العافية. الله عافيك، أهلين وسهلين. أهلين، تفضل تفضل. شو مشان شو هالخشب؟ هدول الشباب حطوهن عنا أمانة لأنه ما عندهم مستودع، ما عندهم مستودع. بس نحن سمعنا إنه بدك تعمر، معك علمنا الحكي مو ظابط؟ لا لا لا، ما بدي عمر، ما بدي عمر. والحديد والرمل وشميته كله وديعة عندك؟ كله أمانات، كله أمانات. بدي إياك دير بالك، إذا شفتك عم تعمر رح نهدلك. إيه إيه أمرك أمرك. هي حذرتك. إيه ماشي مشان ما تتعب حالك. ماشي ماشي، خليك عنا شراب شاي. الله يخليك، يسلم. أهلين وسهلين. يمكن اخذين ابي على الحبس، يجوز يعدموه. لك تفي من دمك ولي على قامتك، شلون بدهم ياخذوه ماشي وراه؟ الله معك. شو قال لك؟ الله لا يوفقهم، دغري وصل الخبر. العمى العمى. ادفع ادفع، ان شاء الله طبيعيه. ما معي ما معي، منين منين؟ بدك تدبر حالك، اذا ما دفعت مو بس بهدولك، بحزول الخشب انا كمان. هلا هلا بحكي مع صاري بدبرنا الموضوع. انا واصل عن جيران اعمل تليفون. انتو طالعوا الخشبات، طالعوا الخشبات. سيرك معه مصاري شي مشان ما نتعذب على الفاضي. ها صهري مو بحاجه مصاري، بيحل كل مشاكله من غير مصاري، من غير مصاري. عم بيقول صهري يعني خلاص قرر عني؟ لك ما حدا بيقرر عني، انت لحالك بكره بتغيري رايك. ها متفقين يعني؟ وطي صوتك وطي صوتك، هلا بس يجي ابوك بتحكي معه، انا مالي دخل لا بحل ولا بربط. ادفعني حق الطابق الثاني. ما لك مو احسن ما تروحي ببلاش مثل غيرك ما راح؟ لك على القليله سمح الله اذا طلقك بكون عندك بيت. يا فداح يا علي، يا رب تقلي. ايوه سري مري للقطاط. تعالوا شوكوا تفوتوا علينا اللعبه. مين هذا كمان؟ ايه جاي جاي. الو اهلي عمي، اهلين بعمي، اهلين وسهلين. ايه ايه، لا لا تخاف، لا لا تخاف، ما بيهدولك، ما بي نحنا فشلة عينون، فشلة عينون ما نفعلن ولا قرش، نحنا ما نبرطل. ايوه خلص، لا لا يبلشوا هني حتى ظبط موضوع. خلاص انا بمر لعندك فهمك شو الموضوع. انا فهم. ايه ايه اك ايه 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 خلاص ايه عمي ايه، بعدين بعدين، مع السلامه. خبيته شو بيسأل.
اهلا وسهلا بعمي ابو جمال. عليك سليم. عليك عليك. والله صبرنا وظفرنا. اي والله صبرنا وظفرنا. ايه هذا صار بينشد في الدار، بينشد في الدار مزبوط. ما في شغله ما بتزبط معه، ما في شغله ما بتزبط معه. الله يطعمني صهر مثله. امين يا رب يكون الله رضي عليك، لانه ما بتعص عليه ولا شغله، ما بتعص عليه ولا شغله. عن اذنك البطنجي عندي بالبيت. كمل قهوتك. ايه كومون سافا سافا بيان شرشي لافام لومنتير كومورات كومون سافا سافا بيان شرشي لافام لومنتير كومورات كومون سافا سافا بيان شرشي لافام كومون سافا سافا بيان شرشي لافام لومنتير كومورات. خد عليك رافي هون جوا. ايوه لك اخي هنيك ما بيمشي الحال، المخرج بده منطقه شعبيه مو راقي. دوروا منيح بس ما شفتوا مكان مناسب. الله يعافيك بس ما شفتوا مكان مناسب. انا بشوف لك المخرج ماشي ورا فركش. الله وكيلك فركش المخرج. لك شبك رافي عم الحكي رد علينا شو القصه؟ ماني شايف اليوم سيوف وما سيوف. ما مصور تاريخي الله. الله يعطيكم العافيه. هيو رافي. نعم. بدي اسالك سؤال. تفضل. يعني ما في عندكم هيك شيء مشهد؟ مشهد؟ لا لا مو مشهد، مو مشهد. لك يعني شلون مشهد مو مشهد؟ يعني ما في عندكم شيء مشهد هيك في عمار؟ في، بس ليش عمال بتسأل؟ في واحد صاحبنا بده يعمر، قلت لحالي بسألكم. وين؟ قوم لورجيك وين؟ هلا؟ ايه هلا قوم معي ليك أنا ونداي برا. أجل أجل لا قوم هلا ما بدك تأجيل، ما بدك تأجيل اليوم. أجل بكره يا أخي. ليش تأجيل يا أخي؟ يا شباب شكلك بس ما خلصتوا. هلا بتحل أمور عشان أنا رحت أدور على تفضل تفضل عمي رافي شرفتنا. يلا يلا طياني طلع يا كريم طلع. يلا روح لقلك روح لعينك روح عمي روح ولا توقف دربه روح استاذ منيح دخيلك. يلا ها اخي هاي الاسطوح كلياته قدامك شرف اتفرج على كيفك. شو بدك احلى من هيك مكان؟ ما في احلى منه بالمره. بعدين هون الحاره رواق للتصوير، ما بتسمع نسمه الصوت، ما بتسمع ابنه. وشو بدك احلى من الاطلاله؟ هاي جبل قاسيون وهي المواد كلياتها قدامك. شو قلت؟ ما بعرف الشباب عمال بيدورون شو بيلاقوا بعدين بنقي. روح عملنا فنجان قهوه عمي. ايه على عيني. لا لا مستعجل ما في داعي دخيلك. لك شباب ما تروح. ايه بس عم يقول مستعجل مستعجل. لك اخي ايش انت روح فرقنا فرقنا. خيو انت مو بدك تدفع اجار السطح للعالم اللي بدك تصور عنده؟ طبعا اجار السطح لحنا كلياته ما بدنا اياه، ضبه لجيبتك. وبالنسبه لمواد البناء ليك حوالينا موجوده حديد سياب شو ما بدك بتلاقي، كمان هذا بتبلعه. وبالنسبه لاجار الكومبارس يا اخي شفته اسرقه اللي بدك يا مالنا مصلحه لحنا بنوب بنوب عرفت شنو. وبجيب لك كل اهل الحاره يشتغلوا معك كومبارس ببلاش. لك بتفيد وبتستفيد لعم ضربني بخلقتك. عم تدق له؟ الو ابو عبيد لقيت راح تدوره. قل له قل له مرزوق لآليا. لا لا ما في شيء ما في شيء ابو عبيد. ايه مش الحال. لك اخي لا عاد دوره. لك مو مشان معركة البرديس لا مشان المسلسل الثاني الاجتماعي. ايه الله معك. ما بده قهوه عمي. هيس هيس دكتور على بالي بالسكريبت. الله معك الله معك. اشرب قهوه. لا مستعجل اسمحوا لي. مع السلامه مع السلامه مهوني. السلام عليكم. مع السلامه. خلاص مثل ما اتفقنا هون. انا خبرك. ايه بدنا نشوف نتائج سريعه ان شاء الله. السلام عليكم. عمرك سيدي. طب شو صار له دلع دلع عمي؟
تاني مرة لما بتشوفني عم بتفق مع حدا بتكف مغياب، آخر مرة بنبهك، مو ضروري روح إلاك أعمل فنجان قهوة. لك شو بيعرفني أنا؟ شو بيعرفني؟ هو قال مستعجل، هو هيك قال. أنا بشرب قهوة، إن شاء الله عمرينه ما يشرب قهوة. مرت عمي يا بنت. أهلين وسهلين. بالمهلي يخليني. شو؟ وين حنون؟ حنان ليك جوا. شو صار هلا؟ اتفقتوا انت وياه؟ اتفقتوا؟ طبعا اتفقنا. لو ما اتفقنا ما كنت لقيتني نافش حالي مثل ديك الحباش. مو بس رح يصبوا لك الصبه تبع الاسطوح، ويمكن الصبه تبعك تطلع على التلفزيون، والله يستر ما تطلع الجزيره. لا حنون وينك لك درصاني؟ مرت عمي بدي اسالك سؤال، لما كنتي حبلانه فيها كنتي عم تتوهمي شيء على المسطحيه؟ الله خلقها هيك، هيك الله خلقها، بس يكون في عدا غريب تقول لسانها بينزل لبطنها. ايه لبطنها. ايه مو مشكله عمي، مو مشكله، اصلا الحياه زينه للبنت، بس انا مو غريب. اطلعي فيه منيح مشان بكره ما تقولي ما شفتك. لك اطلعي فيه مشان اذا شفتك بالشارع تعرفيني. تعرفيني؟ هاي هي اللي كنت عم دور عليها. صدقيني يا مرت عمي، لو كنت متجوز وحدة تانية وشفتها بطلق اديك وباخد حنون. لك حنون. مرحبا بابا. لك يا ميت اهلين وسهلين. اهلين والله. كيفك ارواح؟ اهلين ادهم. اهلين حبيبي. اهلين. عود حبيبي عود. ايه الله يجير بشر هالزيارة. اكيد صاير معكم شي لحتى جاي. ايه صاير شي. خير شو صاير لك بنتي؟ بابا هذا المخرج مو سائل عنك، علما انه ابو نزار حكى معه. لك 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 الواطي لك. ايه وشو قال له ابو نزار؟ قال بيرجع بيحكي معه مرة تانية. شو رأيك عمي؟ بلاها. استخيل الله سكرت معك. لك اسمعي قال بلاها. لك ابو اروى وقت بيقول ادهم يعني ادهم. هلا انا رح اتصل بابو نزار شخصيا مشان يغيره. بعدين شو يعني؟ الله خلق وكسر القالب، قلك مخرجين بهالبلد. لك على قفا مين يشي؟ الله وكيلك صارت صنعة المال وصنعة. ها؟ لنشوف مين مشتاق لنا. يا الله. الو. اهلين 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 ابو كنان الحبيب، تحياتي والله. انا بالعكس بالعكس يا ابو كنان، الله وكيلك. ماشي. لا اطمن اطمن خلاص. احتراماتي. بسلم عليك صهري وانتي. ايه اروى. احتراماتي ابو كنان، مع السلامه، تحياتي. تفضل. هاي المخرج تبعكم طلع مدعوم. ابو كنان شخصيا حكى مشانه. معناها بلاها هالشغله. هلا بلاها. بس ما بيطير ابو كنان، بيطير. لك كلنا إلنا جناحات، إمتى من فرما بنعرف، وبس يفر يا إدهام وقتها بتعرف شو بيصير. بدك صراحة؟ فرع الريف كنت مبسوط أكتر. وهون كمان رح ترتاح، أنت بس طولي بالك شوي ولا تستعجل. يا رجل هون ما في ولا مكتب مثل العالم، كأنه الإدارة مبنية على زمان تركيا. أنت شو بدك بالحيطان؟ نحن هون عابرين سبيل، ما لنا مطولين. أها، ولوين بعدين يا مهوين؟ لفوق. على الوزارة لفوق. ولبين ما نصل على الوزارة منضل حفات وراك؟ يا أخي قديش أنت بصلتك محروقة، وما بتخليني أعمل لك مفاجآت بنوب؟ مفاجآت؟ إيه مفاجآت، لكن إن شاء الله فكرني جايبك لهون لبهدلك. طلع معك حق. البيت فاسد، وقومنا لك الدنيا وما راح نقعدها، واشتغل إعدام الجاج على أبو جنب. شو دخل الجاج؟ شلون شو دخل الجاج؟ مين عم يبيض؟ الجاج ما بيقدر ما يبيض. هاللي عم يبيع البيت لازم يتعاقب. نحن ما اعدمنا الجاج لانه عم بيبيض، نحن اعدمنا الجاج لانه موبوء. اما اللي عم يبيع البيض شي منه بالسجن وشي دفع الغرامه، كل حسب مسؤوليته. على طول هيك، هدول ما بيجوا غير بالصرماي. كل ما لقيت هيك شغله بتجيب لي اياها فورا مشان نربي العالم. تعال لك خير. لك ايه تعالوا. شايف ذاك الدكان؟ ايه.
بظن لك انه عم يبيع سردين خالصه مدته، شو رايك نفرمه؟ اجيب لك واحده من عنده وجري. ما بتزبط، يا بيخبيهم يا بيقول لي ما في عنده، بيعرف اني بشتغل هون. اعمل لك كبسه له. وينك؟ اذا ما لقيت علبه سردين خالصه مدتها جيب لي اي شيء، جبنه، بيض مو مختوم، وجيب لي معك بندورتين مشان اشوف نسبه التلوث، قرب موسم الكوليرا. لا تخاف الا ما لاقي شيء، اصلا ما في دكنجي ادمي بهالبلد. والله معك. كيفك ابو حسن؟ ابعث لي رغيفين خبز وقنينه مي، بدي اعمل ابريق شاي. الله معك. يسلم ودياته. وين رايح ابو الشباب؟ مصاري هاي خالصة مدتها، شوف خالصة مدتها. واذا خالصة مدتها انا دافع حقها. تاخدهم من الصحة. هلا بدي روح على وزارة الصحة اشتكي عليه. طول بالك، يستر على ارضك. هات لشوف لقلك، هات لشوف. بتعرف انه هالشغلة بيروح فيها ارواح وبني ادمين؟ اخي خلص بكبة. هات شو انا اللي عم استوردها؟ شو بعرفني، مشان تتربى تاني مرة تقرا العلب اللي عندك خالصة مدتها ولا لا، امتى بتنتهي صلاحيته. والله لا اخرب بيتك. والله حسبي الله ونعم الوكيل. مثل ما حسبت، شو سردين خالصه مدته. لك انا مو انا بس عم اقول لك، جبت لك بندوره كمان. حلو، اقعد اشرب شاي. من وين هي الشنطه؟ من وين يعني؟ بسوق الخشب. قديش حاسبين لك اياها؟ 225. لا بعدين عليك، بينزلوا لل 150 ليرة. بتعرف لازم كل شيء يتسعر بشكل رسمي من قبل وزارة التموين حتى باقي اللعب على المواطن. ليش مين سائل عن المواطن؟ الله وكيلك لو شعبنا مو مصفح ما في شيء بيخرق فيه، كنت شفت عدد السكان النص هلا. مرحبا معلم. اهلا وسهلا. في حدا ساكن عندكم هون بالحاره اسمه نايف ابو طاق؟ ابو ايش؟ ابو طاق. ابو شو بيقولوا له؟ ما بعرف، انا صار لي زمان ما شفته، من قبل ما يتجوز. على علمي في شيء عندنا هون بالحاره بيت ابو طاق؟ ايه ابو جمال. نايف؟ والله ما بعرف نايف ولا مو نايف، يلي بعرفه ابو طاق. عشة عمر نحن وياه بالحاره، ما في غيره ابو جمال. هذاك الباب الاسود هلا بيكون بالبيت، اذا بدك روح لعنده. طيب يعطيك العافيه، انا مالي جاي ازوره، جاي اسال عنه بس. سلام عليكم. مع السلامه يا اهلا. الله معك الله معك، روحي. مين؟ أهلين سعد، أهلين سعد، تفضل تفضل. لا مستعجل، بس اجيت نبهك، الأمن عم يسألوا عليك. الأمن؟ شو بدهم الأمن؟ ما بعرف شو بدهم، سألوني وراحوا. قالوا لك أمن؟ لا ما قالوا، بس مين بده يسأل يعني غير الأمن؟ لو ضيوف كانوا اجوا بعد ما سألوا. طيب طيب، كتر خيرك. منيح اللي نبهتني، إيه نبهتني. إذا صار ما صار، أنا ما جبت لك سيرة. ها طمن طمن، ما حدا رح يعرف، ما حدا رح يعرف. قبل ما ترميني ببحورك، مش كنت تعلمني العوم سباحة يعني، مش كنت تعلمني العوم. ايه شو عم تعزف هلأ يعني؟ بدل ما انك سمعاني. طيب بدل ما تضيع وقتك مساك هالنوطة ألف لك شي شغلة. مشان ايش؟ ما بتعرف، بلكي بلكي ها اذا طلع معك شي ظريف وحلو نحكي مع بابا بخليه مشي لك ياها بشي محل. اروى بلا ما تدخلي ابوكي احسن. ها ليش أحسن؟ بالعكس بابا بيسهلنا الأمور. مشان أبوكي عم بحكي الحكي، إذا ضلينا ورا أبوكي نار رح يفرمو. إيه أبي ما بيخاف منه لحتى يفرمو. قال يفرمو، قال هو بيحترمه لأنه أعلى منه، وبس يطلع أبوكي نار على التقاعد رح تصير الكلمة لأبي. معناتها خلينا نستنى أبوكي نار يطلع تقاعد. تابع تابع.
انا كنت لوحدي وفي حالي، شفتك ما عرفش اللي جرالي. جرالي صار لي يعني. خاصة بديته قال فعلا ما بيعرفوا طعم التمور. مرحبا استاذ. علين شو يا قال عما تبيع علب سردين خاصة مدتها؟ الله وكيلك ما حدا بالبلد عم يقرأ تاريخ الصنع. انا لا اول واحد ولا اخر واحد. ماشي ماشي رح مرقتك يا هالمرة، بس اذا مر لعندك هذا المعتوه بتقله طجني مخالفة بخمسة الاف ليرة على راسي يا معلم. مو تقله ما طلع من نشيل الشكوى مشان تكيده، بالعكس قله خربت لي بيتي وإلا ما بتخلص منه بحياتك. فهمت؟ على راسي كتر خيرك سلم إياها. هذا التاني مقطوع قلبه، بس ليش مقطوع قلبه ما بعرف. شاي مع سردين؟ ياريت لو وصينا لها المعتوه يجيب كعزوز. طولي بالك يا بنتي طولي بالك. قلتك بابا بيحكموله يا؟ طبعا بدهم يحكموله. ايش يا دوره؟ كيف بدي اعيش بدونه انا؟ لك يا بنتي القانون هيك، انت بكره بيجيك ابن الحلال تتزوجي وبترتاحي. اللي عليك عملتي. مستحيل اقرب على الرجال بعد مرزوق، يكرهني جنس الرجال كلهم. اخ بس لو يحكموني فيهم يوم لكب عليهم بنزين وشعلهم وما خلي فيهم ولا واحد. شو هالحكي هلا؟ اذا مرزوق ما بسوى معناتها كل الرجال ما بيسوا؟ لا ما في رجال ادمي بالكون. إيه اذا بشوف شوف عيوني ما بصدق. وانا كمان مو ادمي. يا بابا انت ما دخلك، مو عنك عم بحكي. شلون مو عني؟ ولا مو معتبرتيني رجال؟ بكره بينزعوا للولد، علمناه احسن علم وربيناه احسن تربايه، بكره بصير ابن شوارع عنده. لك ابنه شو بتريدي نعمل له؟ بس يجي بدي حمم قلايه الزيت وكب عليه. شو هالحكي يا؟ والله انت بدك تنحرمي ابنك طول العمر. يا اما بصفي بالحبس، يا بالعصفوريه، يا بالوطواطيه. لك إذا الحكومة سامحتك مرجو ما بسامحك. وين كنت؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين يا بي الحمد لله سلامة. أول سلمك. الحمد لله على السلامة يا جاي من السفا. أول خلينا ياكي. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. شو ماما شايفة إيديك فاضية؟ وين اللي وصيتك عليه؟ جبت لك 10 مكانس مو وحده. جيب لك السعاده ويسلم ايدك. بس طيرون الهوا من على ظهر الكاميون. كل مره بيطيرون الهوا لك امي انتبه. ايه شو بدي اعمل اذا الله باليني بمعاون؟ اجحش من هيك الله ما خلق. كل مره بقول له شد الحبله بيرخيها، شد الحبله بيرخيها. بده امي غيره. ليش يا امي؟ بالساهل هلا الواحد يلاقي حدا يرافقه من بلد لبلد ومن ليل وبالنهار بهيك اجار. طيب الصابونات والزعترات وينهم؟ خليه لربيك. هذا الملعون اللي معي من كتر ماله دب راح اعطاهم لواحد طلع معنا وصلناه على الطريق افتكروا شي تم منه. الله لا يعطي عافيه ينتبه. خلص ام سمير المره الجايه بعوض لك ياهم. شو دافشني؟ اتصلوا؟ دفشك قلنقي خلع رقبته. اتصلوا وكان تليفوننا خربان، رجعت حكيت مع رافي.